شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات على المنازل في رفح أدت لاستشهاد أكثر من 30 من عائلات أمريكا إضافة إلى عشرات الإصابات وفقا لمصادر بالقطاع. كما استشهد عشرات الفلسطينيين في غارات للطيران الحربي الإسرائيلي على المنازل في مناطق مختلفة من قطاع غزة. مشاهد أدمت قلوب العالم وقف فيها شاهدا على الفظائع التي ارتكبتها قوات الاحتلال في غزة، وبثت وسائل الإعلام لقطات لأهالي غزة من المدنيين العزل وهم يستخرجون ضحاياهم من بين الحطام الذي خلفته الهجمات الغاشمة والقصف الوحشي لأحيائها ومرافقها ومستشفياتها ومبانيها دون تمييز. وفيما يلي بعض اللقطات والمقاطع الصوتية للأهالي المنكوبين في غزة الصامدة. دار جنب المستشفى، وديت الولد لمرتي قلت لها عالجي، رجعت هذا على المستشفى. أطفال صغار رايحة رجليهم بيسعقوا علي، عمر قلت لهم هاي جاي نسعف، صرت أرفع ورمي جنب الحيط برا. كيف صار الإشي فجأة؟ الناس قاعدة، اللي بيعمل شاي اللي بيعمل قهوة، الناس بتطلع بعض، منطقة أمنة مستشفى. لم يكن هناك أي إنذار مسبق باستهداف المستشفى، ولكن هناك أكثر من حوالي 3000 شخص. هؤلاء شكل هذا المكان لهم ملاذا آمنا. خلال فترة عملنا في هذه المشفى دون أي سابق إنذار، وحوالي الساعة 6:30 تقريبا استهدف المستشفى بقذيفة لا نعرف ما هي، ولكن عرفنا مدى نتائجها باستهدافها الأطفال الذين قطعتهم أشلاء والذين قطعتهم أجزاء. لما بدوا قصف المنطقة وحرقوها حرق، أبدوها إبادة، لا ظل بيت ولا ظل جامع ولا ظل مؤسسة ولا ظل حماية. شردنا بوعينا بولادنا وطلعنا وجينا على خان يونس زي ما تشايفين، شردنا زي ما احنا، لا اخذنا معنا حاجة ولا اشي. دمار كامل متكامل، فيش اشي حياة ان احنا نعيش. كل دورهم راح وانا داري وقعت علي، والله كنت يا ورده علي ورده الدار استشهدت، عمرها ما اذت بني ادم، هي سيبتني ولدين هيهم جرحى زيهم انا وياهم، طلعونا من تحت الانقاض ربنا نجانا، يعني احنا ايش ذنبنا؟ داري هالت علي ودار بناتي هالت اللي محلتهم الشاكل يا ويلي عليهم، وجينا هنا عايشين بخيام وعايشين بذل، ولا في ميه ولا في اكل ولا في اشي. طب احنا طلعنا هيك بهدومنا زي كده طلعنا، والله بيعلم كيف رحنا على المستشفى وكيف اجينا، الله بيعلم.